تعرفون الرحى هو ذلك الحجر الفهر العظيم الذي يصنع ويكون فيه فتحة في وسطه، وإما أن تكون الرحى صغيرة تدار باليد، هي عبارة عن حجر فهر والذي تحته أيضا حجر لكن هو فيه فتحة في الوسط يوضع فيها ماذا؟ يوضع فيها حب من الذرة والشعير والقمح والبر إلى غير ذلك، ثم يكون فيها حديدة في أطرافها وإنها تدار هكذا ليكون عملية الطحن تحدث ويجمع بعد ذلك دقيقا. وإما أن تكون الرحى عظيمة تحتاج إلى ماذا؟ إلى دابة لتقوم بماذا؟ بدورانها حينما تكون المطحنة مطحنة كبيرة. الصغيرة دي بتكون مطحنة منزلية، أما الكبيرة من يكون عنده طاحونة يطحن فيها للناس. ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى الطواحين الكهربائية والطواحين الإلكترونية والطواحين الهوائية كما في هولندا، وهذه الدول التي تستخدم تقنية الهواء في توليد الكهرباء وفي توليد الطاقة. وقال أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله لعمر يتوعده: لأصنعن لك رحا يتكلم الناس بها. كان عمر ذكيا لبيبا، قال: لست خبا ولا الخب يخدعني. قال: توعدني العلج، توعدني العلج.